تبرع الدم هو وقاية من أمراض خطيرة، أمراض القلب، أمراض السرطان، وكذلك وسيلة علاجية تستعمل في كثير من الأمراض بحال مرض الرعاف، مرض الشقيقة، مرض الجلسير غاستريك ولا شي حاجة ولا أخرى. حنا في المغرب يمكن يقول ابتداء من الحملة الوطنية تبرع الدم اللي كانت سنة 2013 اللي شارك فيها أهل البلاد، ما بقاش عندنا مشكل ديال المتابعين، المتابعين موجودين. الثقافة ديال تبرع الدم عندنا، ملي كطرح السؤال للمواطنين واش أنت مقتنع بالتبرع؟ أغلبية. نحن اليوم جينا كنتبرعوا، دونك كنتمناو أي واحد المستطاع ديالو صحته مزيانه وهذا يجي تاوى يتبرع، لان اليوم كيعطيو غدا يقدر تاوى ياخذ. هذا نداء لجميع الناس اللي يمكن لهم يعطيو الدم ديالهم. حنا عندنا مشكل ديال كتسمى فرنسا ديسبونيبيليتي، ما عرفتش العربي نقولوا الاستعداد ولا التهيؤ ديال المتبرع باش يجي يتبرع. وبالتالي شرينا واحد التطبيق معلوماتي، راه دابا حاليا يشتغلوا فيه بالرباط. هذا التطبيق معلوماتي كيجمع جميع المعلومات المتعلقة بالمتبرع، دونك ملي كيجي واحد يتبرع كنسجلوا الاسم ديالو، الجنسية ديالو، التليفون ديالو، ادريس ايميل ديالو والادريس ديالو. هاد لابليكاسيون غادي نعموها على الوطن كله، جميع المراكش غادي تشتغل بهذا التطبيق المعلوماتي. ومن خلال التطبيق المعلوماتي يمكننا نذكر الناس، دونك واحد تبرع مثلا مرأة يمكن لها تبرع 3 مرات في السنة، جات تبرع اليوم بعد 3 أشهر كيوصل ليها ميساج اس ام اس ولا يوصل ليها ايميل تذكرها بأن حان وقت ديال التبرع. فصل الصيف على مستوى العالم معروف هو هي فترة كينقص مخزون ديال الدم على مستوى العالم. شنو هو السبب؟ انشغال المتبرعين العطل الصيفية ديالها، بالتالي كينقص المخزون. علاش حنا بدينا في بداية ديال الفترة الصيفية ابتداء من يونيو حملة صيفية، ولكن لاحظنا بعد شهر أن الإقبال في النقط ديال التبرع ما كانش في المستوى اللي بغينا حنايا. نزل المخزون اللي كان 10 أيام، كان قبل دخول الفترة ديال الصيف كان ما يكفي لمدة 10 أيام، دخل الصيف ديبي ديال جوان ولا عندنا فقط ما يكفي ل5 أيام. وفي هالفترة هذه دونك توجهنا إلى المواطنين من خلال ديك النداء، كنطلبوا فيه المواطنات والمواطنين يجيو لمراكش باش يتبرعوا بالدم. أول مرة تنجي نتبرع بالدم، ولحقاش سمعت بأن المرضى محتاجين الدم وهذاك الشيء، على داك الشيء علاش جيت؟ حنايا من الدول القليلة على الصعيد الإفريقي وحتى العربي اللي عندنا قانون كينظم عملية التبرع بالدم. هذا القانون كينص في لارتيك نيميرو 6 لا لوا 03/94 خرجت 1995، لارتيك 6 كيقول على التبرع بالدم مجاني، اللي كيتبرع الدم ما كيتخلصش. اوكي، هذا الاقتصاد كينص على انه ما يؤدى مقابل استعمال الدم والاستفاده من الدم، ماشي هو مقابل الدم بل مقابل التحاليل التي تجرى على الدم من اجل التاكد من السلامه ديالو. هذا نص قانوني صريح. الثمن الذي يؤدى كذلك محدد بقانون، ثمن محدد بقانون 360 درهم. كنتمناو يعرفوا بان تبرع الدم له فوائد، لان الفائده الاولى ان بعد الدراسات كتقول ان المتبرعين في عامه كيكونوا محميين من بعض الامراض كامراض القلب وامراض السرطان، وهذه دراسات زعما عند المانيا. ومن الناحيه الثانيه ان التبرع كينقذ حياه ديال مجموعه ديال المرضى اللي كيكونوا اما ضحايا ديال حوادث السير او كيعانيوا من امراض السرطان، او بالتالي المراه هي دائما عندها فترات ديال الاحتياج للدم، فملي كتكون مثلا على اقبال على الولاده كتكون عندها معرضه للنزيف،
وبالتالي ان المتبرعين ملي كيقبلوا على التبرع كينقذوا حياه ديال هاد النساء اللي لولا هاد قطره الدم كانوا في عداد الموتى. حنا عندنا مشكل ديال العوده، خصنا متبرعين منتظمين. كنطلبوا من المتبرعين يديروا في الاجندة ديالهم مواعيد ديال التبرع بحال كيدير الاجندة الانشطة المهمة ديالو، غادي يدير اجندة نهار اللي غيتبرع فيها في الدم، وخصو التبرع في الدم كعمل عنده أهمية كبيرة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.